أشرقت شمسة بروحي أعزائي المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري من الكويت وزوجي عادل الشمري أيضا من الكويت. يا هلا فيك عادل. هلا فيك في المشاهدين. في هذا البرنامج راح نكون على تواصل معكم، والبرنامج ضمن صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، وفيديو قصير نتأمل فيه، وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير بما يخص موضوع اليوم، وصلاة لجارتنا الحبيبة الكويت وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات على برنامجنا. ممكن تصلينا عادل؟ نشكرك على نصارحنا وباركك نمجدك يا رب لأنك إله مستحق. يا رب نصلي من أجل هذه الحلقة اليوم، يا لنصارح تستخدم هذه الحلقة لنصارحنا تجيب على أسئلة المشاهدين. يا رب يا رب تعطيهم يا رب قلب مفتوح وذهن مفتوح من أجل أن يستقبلوها باسم الرب يسوع صلى الله عليه وسلم. كل كرام مجد. آمين آمين. والحين نشوف الفيديو عن أسوار الكويت. بعدما كبرت الكويت وأحاط بها الأعداء وكانت عرضة للطامعين والغزاة، وقد حرص الكويتيون على العيش بسلام، رأوا أن يبنوا سورا ليصد الهجمات عن بلدتهم. فكان أول سور في عهد الأمير الثاني الشيخ عبد الله بن صباح في عام 1765 للميلاد. وبعد أن مر على تأسيس مشيخة الكويت 61 سنة وقعت معركة الرقة، وهي الأولى في تاريخ الكويت البحري عام 1764 بين أهل الكويت وبني كعب. وبعد تلك المعركة اضطر الكويتيون لبناء سور حول البلدة عام 1765 للميلاد لحمايتها من الأطماع. أبو أحمد، بعد ما شفنا الفيديو شنو تعليقك عليه؟ السور الأول شيد في عهد الشيخ صباح بن جابر عام 1760، وبلغ طوله 750 متر، وهو أول سور عرفته الكويت. السور الثاني شيد عام 1814 واحتوى على 5 أبواب، وبلغ طول السور 2300 متر. والسور الثالث شيد في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبشر ببنائه في 1920، وانتهى بناءه خلال شهرين. شيد السور من أجل حماية المدينة من أي هجوم بري بعد هزيمة الجيش الكويتي في معركة حمب. كانت البوابات اللي تعمل هي بوابة البريعصي وبوابة الشامية وبوابة الجهرة، أما بوابة المقصب وبوابة دسمان هما لا يفتحان إلا عند اللزوم. بوابة دسمان، بوابة البريعصي لاحقا، بوابة الشعب، وبوابة الشامية أو بوابة نايف، بوابة الجهرة، بوابة المقصب. هدم السور في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، صدر قرار من مجلس الوزراء بهدم السور الكويت سنة 1957، والإبقاء على البوابات الخمسة، وقد تم استبدالها بما يعرف الآن بحدائق السور. هذا الشيء يذكرني في آية في الكتاب المقدس في سفر المزامير 27: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ الرب نوري وخلاصي، هني نرى كلمات ذات اهتمام شخصي قوي وخلاصي، تطمن النفس فيها. وهذا تعلمنا في جرأة عند الولادة الثانية، يسكن النور الإلهي للخلاص، لأن ما لم يوجد نور كافي ليظهر ظلامنا ولا يجعل نفوسنا تتوغ للرب يسوع، ما في هناك دليل على خلاصنا. لكن بعد أن تغير حياتنا ويصير الله فرحنا وراحتنا، قائدنا ومعلمنا ونورنا بكل ما يمكن أن تحمله هذه الكلمة من معاني، فهو نور داخلنا وهو نور حولنا
ونور ينعكس من عندنا ونور يعلن فينا. ولاحظ يا أخي أن الكلمة لم تقل مجرد أن الرب يعطينا نور، بل أنه هو ذاته نورنا، وليس مجرد أنه أعطانا خلاص بل أنه هو خلاصنا. لذلك من تمسك فيه واتكل بالإيمان عليه له كل بركات العهد ويمتلك كل مواعيد الله. هذه حقيقة مؤكدة في حياة المؤمن. وضعت الحجة المستخلصة منها في صورة سؤال يحمل إجابته في طياته: ممن أخاف؟ لن نخشى قوات الظلام لأن الرب نورنا قد دمرها، ولن نخاف لعنة الجحيم لأن الله هو خلاصنا. وهذا في الواقع تحدي مختلف تمام عن تحدي وافتخار جلياط الجبار، لأنه لا يعتمد على قوة ذراع بشرية بل يستند على قوة الحقيقية لكلي القدرة الذي يعلن ذاته قائلا: أنا هو. لذلك نقول الرب حسن حياتي. هنا نرى صفة لامعة ثالثة تورينا أن رجاء كاتب المزمور ممسك بحبل ثلاثي لا يمكن قطعه، وأن من الخير لنا أن نهتف الحمد من أجل أعمال نعمة الله الغنية، أن حياتنا تستمد كل قوتها من الله. وإذا هو تنازل وتكرم وجعلنا أقوياء، فنحن لا يمكن أن نضعف بكل مؤامرات ومكايد الخصم. ممن أخاف؟ أن التساؤل الجريء ينطبق على المستقبل كما ينطبق على الحاضر، لأن إن كان الله معنا فمن علينا؟ سواء الآن أو في مقتبل الأيام، صادق في وعده: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأني أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. هذا في لوقا 12. دائما وعودة مميزة وصادقة، فهو وعد شعبه وقطيعه بالملكوت. بالفعل أصبحنا أولاده بالتبني، فقد اشترانا بدم الكريم، فكيف لي أن أخاف بعد؟ كل الذين آمنوا باسمي أعطاهم السلطان أن يكونوا أولاد الله. إذن أخي الحبيب، هل تبي تبقى مثل ما أنت عبد وخايف وتبني أسوار حولك وحصون، أم تكون ابن ومحمي بحصون الرب القوية؟ هذا الشيء في إيدك أنت. الرب يبارككم ويبارك حياتكم. والحين ممكن نصلي لجدتنا الحبيبة الصالحية. منطقة الصالحية هي منطقة من مناطق محافظة العاصمة في الكويت، وسميت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى الملا صالح محمد العنزي سكرتير الشيخ جابر الأحمد الصباح. وهي واقع وذلك لوقوع مسجد الملا صالح في تلك المنطقة، عشان كذي سميت الصالحية. خلينا نصلي. نشكرك لنا الصالح، نباركك نمجدك يا رب. يا رب نصلي من أجل الصالحية اليوم. يا رب نضع سكان الصالحية بين يديك. يا رب تفتح عيونهم، تفتح قلوبهم، تفتح أذهانهم يا رب، تعرفهم شخصك يا رب. يا رب تخليهم يعرفون شخصك علشان يخلصون يا لنا صالح. باسم الرب يسوع أصلي لك كل كرامة ومجد. آمين. آمين. إن كان عندكم أعزائي المشاهدين أسئلة أو اقتراحات بخصوص برنامجنا، ما ترددوا أن تكتبوا لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. ربي أبا تباعك يسوع، نبي أطيعك، أعيش كل أيامي معك،
بيع عمري وما بيعك، أعيش كل أيامي معاك، أبيع عمري وما بيعك. يسوع 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 ربي مبيعك يسوع يسوع. معايا وفيك لي كل الكفاية، وكل شي خسرت لجلك أحسبه كلها نفاية. فرحتي إنك معايا وفيك لي كل الكفاية، كل شي خسرت لجلك أحسبه كلها نفاية. وخريف قلبي بدلت بربيعك يسوع 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 ربي أبات باعك يسوع نبي أطيعك يسوع نبي أطيعك أعيش كل أيامي معك أبيع عمري عمري ومبيعك يسوع يسوع. يا طوق النجاة رح ملاك كل الخطا، وطريق وحق وحياة صليبك عظيم حال. يسوع يا طوق النجاة رح ملاك كل الخطا، وطريق وحق وحياة صليبك عظيم حال. تبارك اسمك ما أعظم صنيعك يسوع 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 ربي أبات باعك أبات باعك يسوع نبي أطيعك يسوع نبي أطيعك أعيش كل أيامي معك كل ربي أبات باعك يسوع نبي أطيعك وعيش كل أيامي معك أبيع عمري